طيب الطبق اللي بعده خلاص كده احنا ودينا السمك راح تبل بالتتبيله اللي احنا عملناها وهنشوف حكايتها ايه ان شاء الله كمان شويه. طيب ده يطلع معاه ايه؟ يطلع معاه والله عايز امشي معاه رز، امشي معاه مكرونه نفسنا فيه، بس انا همشي انا كده كده عندي رز هنا للكبسه اللي هعملها بالسي فود، وعندي كمان مكرونه لو حبيت مع الوايت صوص تطلع مع الاولاد عشان الطاجن ده برده لطيف، والسمك يبقى حر كده لطيف ممكن تحتاج له حزمه جرجير حلوه لو حابين ناخد ده او ده براحتنا. طيب خش على الطبق الثاني، هاخد عند السي فود مع الخلطه الثانيه ونبدا نقفل برده بنفس الكبه اللي كنا شغالين بيها، نضرب كويس جدا فكره السي فود بتاعنا عشان تبقى كفته حلوه. ايه هي الكفته بتاعتك يا شيف او اللي هتعملها بفكره السي فود؟ والله زي ما حضراتكم شايفين حته قشر بياض اوسع بس كده الخضره دول، هو يعتبر اقل من ربع مشكل زي ما حضراتكم شايفين، قشر بياض على حته كاليماري على حبه جمبري كلهم تمام. تمام ان شاء الله. طب ينفع يا شيف اعمل كفته السي فود دي كلها بالجمبري؟ اقول لك هتنفع بس هتبقى مش ماسكه نفسها. طب ينفع بالكاليماري؟ اقول لك هتنفع بس هتبقى مفروله منك شويه. اقول لك تنفع بالقشر بياض؟ هتقول لك تبقى مهريه. الله حيرتنا معاك. لا هو كله مع بعضه هيعمل معاك كفته. نفس الكلام لما اجيب حته صدور فراخ واعملها كفته هتبقى حلوه، هتبقى حلوه بس مش برضه مش ماسكه نفسها، لازم الوراك تخش معاها عشان تمسك شويه. نفس الموضوع في اللحمه، اجيب حته لحمه مثلا حمراء اعملها كفته؟ لا لازم اجيب حته يعني دهن تكون ماسكه شويه او حته لحمه فيها عرق فتحربط معايا كويس. الا لو انا عملت كده فهلجأ في النهاية مش هتبوظ، هلجأ في النهاية ان انا احط عندي يا اما بقسماط او دقيق عشان تربط معايا، فده هيبقى سكة تانية. خلينا نرجع تاني نتكلم على اول حاجة مثلا هنشتغل بيها بسم الله، هو الكاليماري بيبقى قاسي شوية في الفرن، فهبدأ اشتغل عليه الاول. بسم الله بسم الله. تمام لحد كده. بص كده معايا بقت مفرومه وزي الفل اهو. ابدا اعمل انا ايه بقى؟ اجيب عند الخضره اللي انا قلت الحق عليها من شويه هنزلها معايا او الخلطه اللي عملتها كده، يبقى احنا عملنا كل حاجه نفسنا فيها. وابدا كمان ابهر واتبل زياده، ادي عندي حبه شبت حلوين في الكفته دي بتبقى لطيفه جدا اهو، حبه خضره تانيين زي ورق الكرفس ورق الكزبره تستهم بيبقى عالي جدا، اجيب عندي معلقه وابهر براحتي. برده البهارات اللي عندنا بتجيب منين البهارات دي يا شيف؟ والله بجيب البهارات دي من عند العطار صراحة، يعني العطارين في مصر عندهم خلطات حلوة جدا، أي عطارة تخش عليها تلاقي عنده 1000 خلطة، والخلطة أو التتبيلة أو التبهيرة عند العطار بتبقى ناتجة عن كل البهارات اللي عنده وهو بيبدأ يحوج دي، اللي هو زي العطار بتاع زمان تروح عنده تاخد تحويجة. فهو هيعمل السمك بيحط لها مثلا، أنا بقول لكم التفاصيل برضو عشان نبقى واضحين، وإن شاء الله في رمضان هنتكلم أكتر على موضوع العطارة ده وهنتكلم بحاجات فايدة جدا يعني تفيد حضراتكم. بقول لكم خبره على انا اكتسبتها من بعض العطارين الشطار، يعني فبيجمع الروائح دي من ايه؟ ريحه السمك مثلا، هيعمل بهارات سمك فياخد بهارات السمك كلها الكزبره والكمون ومش عارف، يبدا يعمل خلطه تحس ان هي تبهيره سمك، فيها سن التوم محطوطه، فيها سن توم باودر طبعا، فيها بصل باودر، فيها تركيبات كتير جدا، فتطلع معاك نتيجه حلوه من فكره البهارات السمك. ومن ده حسب بقى التبهيرات او البهارات الثانيه للحوم او للفراخ. حط عندي معلقه برده وحبة ملح، بسم الله كمان سنة، وهدي عندي برضو تاتش بابريكا بيخلي معايا الكفتة محمرة شوية. ماشي الكلام لحد كده، وسنة كزبرة ويلا بينا. طب في زيت يا شيف؟ في حاجة؟ أقول لك لا خلاص احنا حطينا كل حاجة عايزينها. انا كده تمام وزي الفل ان شاء الله. اجيب حاجه فاضيه وبصها بصها على اللي احنا عملناه مع حضراتكم بكل بساطه وكل سهوله. ارفع كده السكينه اول حاجه بسم الله عشان ما نتعورش واحنا بننزل حاجتنا، وننظف اول باول كده.
سكليبر او اي معلقه، ما تخربش الجهاز بتاعي ولا برضو تبقى في مشكله في نزول الحاجه، لازم كله ينزل مره واحده اهو كده. ادي الكفته اللي عاملها بشكل الداود باشا، بص تبقى كده، وراح مقلب كل حاجتي كلها كده عشان اللي ما تضربش يبقى برضو كده متقلب وبكده يبقى تمام. طب شوف هتكورها دلوقتي، اقول لك لا لازم تريح شويه. يعني ايه تريح؟ يعني بطلع السكينه دي اكيد في سخونيه هنا، فهتبقى لطيفه مش وحشه، ولكن الافضل والصح اي كفته من مفرمه من كبه من اي شيء لازم بعد ضربها او بعد فرمها تريح شويه في الثلاجه، عشان لما اجي ابدا اكورها تبقى ماسكه نفسها، ما تقعدش كل شويه احط زيت واجيب بقسماط واجيب، عشان هي تبقى دافيه شويه. فالطبيعي في اللحمه في الفراخ في السمك لازم اسيبها تريح شويه، بس في الثلاجه مش شرط فريزر حتى. بسم الله. شايف اهو ما عملنا ايه بقى عشان اولادنا وحبايبنا؟ احنا قلنا الطبق ده للاطفال عشان بس ما نهزرش. اهو نجيب عندي حبه مكرونه، شايف الكلام ده كيس مكرونه حلو بقى قلم كده ماشي، وروح منزله بقلب الصوص، يبقى من ده على من ده، شوف المنظر اهو. يبقى ربع كيلو سي فود مشكل، عملته كفته في الفرن اتشوى، عملت له حبه خضار على ذوقنا وقلبناهم بكيس مكرونه مسلوق ونزلناهم متشكرين. اعمل ايه في الاخر بقى على التست؟ وتست لسه معليش اقول لك، ممكن تاني نعلي التست اكتر واكتر لو عندي حبه ريحان، حبه خضره، اي حاجه تدي بس ايه ريحه حلوه كده مختلفه شويه عن الطبيعي. بس خلاص ده على ما اعتقد خلصان اهو، شايف الصوص عامل ازاي؟ شوف كريمي ولطيف وبالهنا والشفا لحضراتكم. على طول نجيب طبق ونغرف فيه الطبق الحلو ده اهو. يلا انا عارف النهارده بس وقتنا في التليفونات ضيق، انا بعتذر لكم لكن الحلقه والله هوا، يعني بعتذر لكم على التليفونات ما دخلناهاش النهارده، بكره ان شاء الله مع حضراتكم من البدايه تليفوناتنا ان شاء الله معانا، بعتذر لكم بس والله بكره ان شاء الله. رباب يا نور ياسمين ماشي شكرا بسم الله. انا بحب اقول اسامي مش عشان البسكم والله ابدا، لا انا بس باكد معاكم. امال ايه صح ولا ايه؟ لا بسم الله هنزل كده. الله اكبر، ادي المنظر عامل ازاي، خلصانه بالهنا والشفا، ممكن حاجه خضر لطيفه لو حبينا، وشكرا على كده. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.